إذا المشاهدين الكرام مستمرين وياكم، راح نروح إلى تقرير آخر. اليوم يستسهل كثيرون التواصل مع أقربائهم وأصدقائهم عبر مختلف المنصات اللي هي منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها وسائل تقرب البعيد وتختصر الوقت والجهد والمسافات. خلينا نتابع الاستطلاع ويا سمير الحميدي وبعدها نرجع لكم. مرحبا، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، مرحب. عادة تكتفون برسائل مواقع التواصل الاجتماعي ولا تواصلون للشخص اللي تراسلون؟ يعني حقيقة احنا نوصل بس للمقربين، لأنه أساسا بالعيد ازدحامات وما نقدر نطلع، والأصدقاء والمعارف كلهم ندز لهم منشورات تهنئة ومعايدات وبوستات، هيجي ونعايدهم. أي. بالنسبة لي بصراحة بس اللي أحبهم واللي عندهم مكانة بقلبي، يعني أتواصل وياهم وأروح لهم، يعني أتعنانهم للبيت. ها؟ زين، دول عددهم هواي ولا قليل؟ كلش قليل. من ضمنهم اختي وصديقتي. يعني حتى اكون صريحه وياك، لانه يعني الاصدقاء مختصرة اي يعني مو اي شخص اني اتواصل وياه واتعنى له للبيت، اما البقيه لا، على قد التليفون. يعني بالنسبه لي عن نفسي يعني الا تليفون واخابر على الكل واسال عليهم شيء اكيد، يعني مو بس تواصل، يعني استخدم هاي واستخدم هاي. يعني تتصلين عليهم وتوصليهم؟ اي نعم اوصلهم. اي صح، يعني مرات عندي ظروف يعني ما اقدر اوصلهم، والله صراحه يعني قرايب ابوي يعجبني كلهم اوصلهم، يعني بيت خاله وبيت الكل، بس مرات عندي ظروف تجبرني ما اقدر اروح. اي يعني بس والله يعني انا لو علي يعني يعجبني اتواصل ويا الكل، اروح وازور مثل قبل، وهاي يعني عندي روح يعني اروح على العالم بيوتهم يعني ازورهم كلهم، يعني كلهم يعجبني ازور الكل، اروح مثل قبل، يعني عقليتي مال قبل مو مال هسه، يعني يعجبني اروح. والله هي حسب، من ورا الكورونا من صارت كل شيء تغير، بس اني اشوف واكيد واحد لازم يشوف عائلته، هاي اهم شيء، ولازم يشوف اصدقائه اكيد، بس لا اني بصراحه ما اكتفي بيها مالت المواقع التواصل الاجتماعي. العيد اشوفه يعني لازم الواحد يلتم ويعني هاي يحتفل.